شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الصيني الذي عقد بالعاصمة الصينية بكين. وخلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات المصرية الصينية مؤخرا، ودعا الرئيس السيسي المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع. للجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، حيث قام السيد الرئيس بإلقاء كلمة مصر في الاجتماع، والتي ركزت على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية، كما استعرضت الأوضاع الإقليمية الجارية خاصة الحرب في غزة، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية. الحضور الكريم، إن الانعقاد الدوري المنتظم للمنتدى العربي الصيني يحمل دلالة واضحة على الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات المؤسسية العربية الصينية، حيث يهدف المنتدى إلى تحقيق عدد من الأهداف السياسية والاقتصادية الرئيسية، منها تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة، مع العمل على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي ونقل وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب مكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي، وذلك ضمن قائمة مطولة من التحديات والأخطار التي تفرض ضرورة حشد قدرات التعاون بين مختلف الأصدقاء بالمجتمع الدولي. السيدات والسادة، أود أن ننوه في هذا الإطار إلى التقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية ودعم بكين المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة. إنني أدعو كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، كما أطالب المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري. رئيس مجلس الدولة الصينية.